طالما كان الفن الرابع سلاحاً أشهرته ثورة التحرير في وجه المحتل، أو على الأقل منبراً للتعريف بها في المحافل الدولية، انطلاقاً من تأسيس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني بتونس والعروض والجولات المسرحية التي قامت بها الفرقة أنذاك. شكون اللي كان شيف دو زون؟ شكون اللي يستكلف؟ سي حبيب رضا الله يرحمه. كم حبيب رضا ايتي لو في التياتر محسوب كالكان سيتي لا فيودات تاع التياتر بيرسوناليتي. لي زونفون تاع لا كازبا هاديا كتبها عبد الحليم رايس، ولا تروب تاع الفنان كي كانوا في تونس هو كان معاهم، داروا بها لي تورني dans le monde enfin dans le monde entier dans plusieurs pays d'Arabie des tournées. الممثلات الجزائريات اللواتي سطع نجمهن على خشبة المسرح إبان حقبة الثورة المجيدة أيضاً لم يدخرن جهداً في سبيل تعبئة الرأي العام ومخاطبة الجمهور بلغة مفعمة بالروح الوطنية. ومن بعد انطلقت جات السيدة كلثوم بعد نورية، هاد النساء كافحوا في وقت النضال، كانوا موجودين باسكو كانوا بالمسرحيات تاعهم ينبهوا المجاهدين، ينبهوا الشعب الجزائري هاو الوطن، وفرنسا كانت هنا كي كانوا هما يلعبوا. ورغم المدافع التي كانت موجهة صوب الهوية الثقافية الجزائرية، إلا أن المسرح انتصر للكفاح المسلح. ومع ذلك فإن الأعمال المسرحية الثورية المنتجة بعد الاستقلال ارتبطت كثيراً بالمناسباتية. نديروا عرض كبير يعني بثقل الثورة الجزائرية يعني اللي نعرفوها واللي العالم كله يعني اللي يعني ماركات العالم كله، نخلوها مناسباتية تلعب عرض واحد أو اثنين، لكن لو تكون دورة فنية تكون يعني العمل راح يكون أكثر منه فني على مناسباتي. الثورة الجزائرية بجانب عملي فيه جودة كبيرة وفيه فيه تفكير وفيه تحليل عميق وفيه عمل جاد، راح توصل للجمهور وراح يعطى لها حقها. لما نعملوه بسطحية وبمناسباتية فقط فهنا لا يمكن أن تصل إلى يعني المراد نتاعك. لم تكن الفرقة المسرحية لجبهة التحرير الوطني واجهة فنية للثورة التحريرية المظفرة فحسب. وعلاش؟ واش كاين برا؟ ما على بالكمش وين ما تروحوا؟ بل كانت البذرة الأساسية التي انبثق منها المسرح الجزائري الحديث. جريمة عندهم، فلأنه قتل نفساً قتل فرنسياً.